السلام عليكم، تحية لجريدة شوف تي في المتتبعين ديال شوف تي في من العين القلعة التابعة لنفوذ عملة إنسكان أيت ملول. معكم رضوان فاميلي فاعل حقوقي وجمعوي بالقلعة. اليوم جينا نهضروا على واحد المشكل اللي كتعاني منه ساكنة القلعة بصفة عامة وساكنة الخميس وحي الخميس وحي بن عنفر وحي الجنان، بخصوص ديال الاقصاء ديال هاد جوج الاحياء اللي هما معروفين احياء قدام في المنطقه وتقصوا من الصرف الصحي اللي هو الواد الحار اللي ما عرفناش ديجا في اللايفات. درنا تساؤل السيد رئيس مجلس البلديه للقلعه باش يوضح لينا علاش هاد الاحياء اللي عندهم في التاريخ ما يزيد على 300 عام والزياده، اللي كنقولوا من الاحياء الاوائل ديال القلعه اللي كيجي الواد الحار وكيجي حتى كيدوز من حدا حي الخميس من هاد سميتو وكيتقصى حي الخميس. الحي الخميس اللي عنده ما يزيد كما كنقول لك على 300 عام او اكثر. هنا تساؤل للسيد رئيس مجلس البلدي للقلعه والسيد مدير العام للونيب، علاش تقصى حي الخميس؟ الى استاذ من واحد الناحيه كان حي القلعه بصفه عامه كيعاني من الهشاشه ومن الفقر والبنيه التحتيه المنعدمه اللي ما كايناش، واكثر من ذلك كان نقولوا الشارع الرئيسي اللي كان عنده واحد المده محدده لانجاز ديال الشارع الرئيسي اللي هو 6 شهور واللي كيشهد عليه العامي صاحب الجلاله السيد ابو الحقوق اللي من هذا المنبر ديال جريده شوف تي في كان ناديه بالتدخل العاجل لفتح تحقيق وعلاش تقصى حي الخميس وحي الجنان وحي بن عنفر من الواد الحار. السلام عليكم الاخوان، كنشكروا شوف تي في اللي زارنا اليوم في المنطقه ديال القلعه بالضبط دوار الخميس اللي كيعني بزاف ديال المشاكل بالنسبه للواد الحار اللي كيعني من جميع الساكنين على صعيد المنطقه، بحيث كنشوفوا انه كاين قواس بزاف اللي كيخون الماء في جميع الاحياء وجميع الازقه بالخميس، خصوصا هنا في اساس اللي قريب للجامع كون عندنا واحد المشكل ديال واحد الزنقه بالضبط اللي عندهم واحد المشكل ديال المطمورات اللي كيخو بزاف. وكان ما كانش هذا الحار تم الاقصاء ديالهم من طرف الاشهر الاول والثاني بالنسبه لجامعه القليعه، وهذا هو اللي درنا المشكل هذا، مع العلم ان منطقه الخميسيه من اقدم المناطق على صعيد القليعه من الناس من الدوائر الاولى اللي كانت في المنطقه، بحيث انهم تم الاقصاء الدور الاول اللي هي الخميس وجنان بن عنفر وجدوا هادشي قال لك حتى الشطر الثاني ولا حتى الشطر الثالث ولا الرابع لا يعلم الله يمتى. وهذا هو المشكل اللي خلانا كنعانيو وكنتخبطوا في هذه المشاكل اللي كنعانيو منها لحد الان. كما كنشوفوا الشارع ديال الخميس الشارع الرئيسي قدام سميتو قدام الجامع اللي كيعاني من واحد المشكل ديال واحد المطموره اللي داروا فيها الماديه الصابون. ما كاين واحد من الساكنه واقيلا مرونش لها الماء ديال الطواليت حيت انها كتعطينا واحد الرائحه كريهه اللي كتمشى في الزناقي كاملين. كما كنشوفوا اليوم راه ناقص واحد شويه وكتكون واحد الرائحه كريهه بالنسبه للشارع، وهذا هو المشكل اللي خلانا نتخبطوا فيه دابا. ايوا انا المسؤولين شنو غنقولوا عليهم؟ الله يشوفوا من حالنا، وكان ما شي حاجه اخرى ما كاينه، عينا ما نطلبوا فيهم، عينا ما نقدموا لهم المطالب ديال الساكنه خصوصا في الواد الحار، ولكن لحد الساعه ما لقينا شي اجابه ممكنه. هاد البلاصه هادي مقهورين بهاد المطموره هادي الواد الحار ما كاينش، والناس هنا مقهورين بزاف، وانت كتشوف هاد الطريق هادي راه كتكون عامره في الصباح وفي العشيه، وهاد الطريق كبيره هادي والناس تيدوزو بزاف من هاد الطريق هادي. وحنا بالنسبه لحنا عندنا المحلات ديال التجاره هنايا، وهاد الشيء تقهرنا بزاف، هاد الشيء قهرنا بزاف. نعم الروائح الكريهه بزاف من الداخل ديال الدار، كنشمو الريحه خانزه بزاف، تقهرنا بهذا الشيء هذا. لقيتو باب المدخولين و درنا الشكايه، درنا الشكايه في الجامعه ودرناها في عند الباشا ودرناها
فسميتو في العماله وما جاوبوناش على هذا الشيء. هذا ما كاين حتى شي، وكنمشيو عندهم كنتشكاو عليهم ودرنا الشكايات ما كيجيوش، هما كيقولوا لنا حنا غنجيو نديروا الحل داك الشيء وحتى شي واحد ما كيجي، ما شفنا حتى شي واحد. حاليا حنا مكرفسين بهذا الشيء. هذا امتى كيجيو المسؤولين كيطلعوا عليكم؟ ما كيجيوش. كنمشيو حنايا للجماعه ومشينا عند القائد ومشينا عند العماله وكيقولوا لنا حنا غنجيو، ما حتى حد ما جا.